اتفضلي ممكن بس انا عندي 3 اسئله معلش. انا اتفضلي. اول سؤال، هي الباروك حرام؟ تاني سؤال. ممكن طيب تاني تمام سؤال، ممكن نصوم البيض بعد العيد؟ تمام 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 تالت سؤال، انا عندي حصلت مشكله معايا السنه اللي فاتت، ان انا كنت مكتوب كتابي وحصل مشاكل بيني وبين جوزي، وصرت تاني السؤال الثالث كده، وتحركي في مكان فيه شبكة بعد إذنك. كنت مكتوب كتابي تمام وسبت البيت ومشيت، تمام رحت عند واحدة صاحبتي، بعدين رحت عند خالتي. فأنا عايزة أعرف، حصلت مشاكل كتير طبعا، إن احنا صعايدة وكده طبعا، فأنا عايزة أعرف إيه حكم الدين في كده، إني طب أنا انت مشيت رحت أنا ليه؟ غصب رحت عند عني. صاحبتك ليه؟ يعني تركت البيت ليه؟ معترضة على كتب الكتاب وعلى الزيجة دي وعلى الزواج ده ولا لا؟ انا معترضة على الزواج، بس بابا ما كانش موافق عشان كلام الناس. تمام. انا اكتشفت فيه حاجات كتير وحشة، تمام، فما تمام كانش ينفع ان هو يبقى لي جوز، تمام تمام فسبت البيت ومشيت طبعا. رجعت، حصل مشاكل كتير جدا، فطبعا عمامي مسكوني وحبسوني وكده، فانا بلغت بصراحة. تمام فانا عايزة اعرف، انا بلغت وحبست بابا وعمامي، بس ايه، عملنا محضر صلح وتمام، بابا قاطعني ومش بيكلمني، وحتى مش قابل ان هو يتكلم معايا، وعملت حاجات كتير. انا احاول اقول له اني انا مش هعمل كده، بنت عليها قدام ربنا وبيني وبين ربنا، وان هو مخلي ماما مقطع خالتي وخلاني، ومش بتروح عندهم ولا بيجوا عندنا، وانا عايزه اعرف حكم الدين في ده ايه، واعمل ايه عشان خاطر حاضر ربنا حاضر يسامحني. حاضر حاضر. أنت حاليا تزوجت مرة أخرى ولا ما زال لسه؟ إيه، لا أنا لسه ما حصلش نصيب لحد دلوقتي، أنا ربنا الحمد لله. يزوجك بالزوج الصالح إن شاء الله يا بنتي. حاضر، ربنا أجيبك اللهم إن شاء آمين، الله. ادعي لي يا شيخ، ادعي إن لي. شاء الله أكثري من الاستغفار وأكثري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ستجدين الخير إن شاء الله، وسأهديك بهدية من رسول الله سيعجل لك بالزواج الصالح إن شاء الله. كتبت الكتاب، وفي يوم كتب الكتاب تركت البيت وخرجت. أقول لك يا بنيتي، ما كان عليك أن تفعلي هذا. لما؟ لأن الله عز وجل يعني جعل لنا العقل والحكمة. كان ممكن أن تذهبي إلى أبيك وتقول: يا أبي، أستحلفك بالله، هذا الشخص لا أريده، به كذا وكذا وكذا. أما خروجك من البيت سبب إحراج لأبيك، إحراج لعائلتك، إحراج لكل من ينتسب، لكل قريب إليك. فعندما خرجت تسببت في قطيعة الرحم، وتسببت في أن أباك لا يكلمك الآن ولا ينظر إليك ولا يتحدث معك، ومهما أبديت إليه من أعذار فأقول لك: تخيلي أن أباك وهو يمشي بك وأنت صغيرة، وأبوك الآن وجد يعني وحل وطين ومطر شديد، ماذا يصنع هذا الأب؟ أول ما يصنع يحملك على كتفيه وعلى منكبيه. فإياك أن تجعلي هذه الرأس التي وضعت يدك عليها، يداك عليها، إياك أن تجعليها في الطين، وإياك أن تجعليها متذللة بين الناس. كان عليك أن تفعلي أيسر من هذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل، حدث هذا. فماذا أصنع الآن؟ أصلحي ما بينك وبين الله عز وجل، وأنت ساجدة قل: يا رب لين قلب أبي علي، يا رب اجعل أبي يرضى علي، يعني وتوددي إليه، وإن شاء الله هدية من النبي صلى الله عليه وسلم أهديك بها، ألا وهي صلاة قضاء الحاجة. اكتبي ورايا، وانت حتى لو مش هتكتبي تابعي الحلقة على اليوتيوب إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بأنه من صلى ركعتين وقال في دبر هاتين الركعتين: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. ثم سأل الله من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه. أنت هتصلي الركعتين دول وقول: يا رب زوجني بالزوج الصالح. وهذا للمشاهدين الكرام هدية من رسول الله صلى الله عليه وسلم.